محمد فتح الباب لك الا لله. شلت يداك يا حمد 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 شلت يداك يا حمد. ونقول لهذا النظام وإلى العصابة الحاكمة أننا لن نتخلق عن فقيهنا ولا عن قائدنا المفضى، وإننا وجميع أبنائنا ونسائنا وأموالنا إذا آوينا عليك يا حبيب الشهيد بالصلاة قد يحذر هذه العصابة وهذا النظام ومن يقف من ورائه من أجداده ومن العالم كله أن دماءنا تذهب رخيصة، وأينا رخيصة